تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر به مسنان جزائريان يبيتان في العراء بولاية البويرة تحت ظروف معيشية مزرية. أقول الرجل المسن أعمى والعجوز كذلك تعاني من أمراض مزمنة لا حول ولا قوة لها. كل هذا لم يكن شفيعا لهما أمام رجل مجهول قام بالاعتداء عليهما بالضرب وهرب. المقطع صوره أحد المرة بعد سماعه لصراخ المسنة وهي تطلب المساعدة. لنتابع المقطع ونعود. شكون اللي ضربك؟ شكون راح منا؟ هذا عاد لخبطنا. انت ضربته يا عمي؟ انا عاد نضرب به. راح هرب. وين راح؟ راح منا. قول لي روح يقول لي دوك نروح نقول للشرطه. خالتي دوك نروح نقول للشرطه. دوك نروح دوك نروح ما تخلقيش روح دوك نروح على الطوموبيل نحوس عليه. تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع وأصدى استنكار لهذا الفعل ومطالبات بالقبض على المفتعل. لنتابع كيف كانت التعليقات. إذا معلق يكتب: مساكين يا الله الوقت اللي لحقنا له ربي يكيله إن شاء الله اللي يقدر يعاونهم مساكن ما يبخلش والله قطعوا لي قلبي ربي معاهم ويتولاهم يا رب. ومعلق آخر يكتب: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ما لقيتش قاع لمن تتسلط على وحدين طاعنين في السن.